عطنا نبذه عنه. اي والله صاير الموقع. اسلم. انا سنة والله قدمت كليه الضباط. ها؟ كليه الضباط. كليه الضباط. انا واربع من عيال عمي. تمام احنا خمس اشخاص. تاكد من المايك. ما شاء الله اورنس يقول تاكد ان المايك شغال. يلا سوي. انا من جماعتنا. وجدي كان معادا بالكلية قال يعني قديم له 5-6 سنين قال بإذن الله إنك تدخل وشد حيلك وجيب لي بس على درجة زينة وجبت درجة زينة زين وجبت قدراتي 81 أمور كلها ممتازة فالخير وين هنا انقبلوا والأربع اللي معي أنا الخامس ما انقبلت أنا الوحيد اللي ما انقبلت تضايقت ليه وما أدري وش أنا قال جدي أؤمن بالخير عاد الشكوى الله ما قدمت انت وشكرا راحت الايام وادخل الجامعه وادخل تخصص اعلامي تمام واشتهرت يا رب لك الحمد والان عندي 600,000 ما شاء الله والان هذا انا عندكم يا رب لك الحمد وعندي متابعين يا رب لك الحمد هي بيك تنشر لنا عوضوني عن ابشر وسعد عوضوني عن اشياء كثيره والله صادق والحين انا اسعد انسان والله تستاهل احبها الناس والله العظيم انها طيبه هل تفتخر فيه ولا لا؟ افتخر فيك تتسابقون على الرجال انا المنسق حلو حجز من الحين بس انا بسالك حيلان يا ولد شو وضعك انت 5,000 4,000 عشان 3,000 سهم هو يطبق شطره بيت